معلولة، تلك البلدة التي يشع منها منبع المحبة والسلام إلى العالم، والحاضنة الوحيدة للغة الآرامية، لغة السيد المسيح، يعود إليها تاريخها بعودة آثارها المقدسة. فبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، استقبلت بلدة معلولة في احتفال رسمي وشعبي بعد آثارها التي كانت مسروقة من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة إلى دير القديسة تقلى البطريركية وغيره من الكنائس، حيث تم استعادة قطع من تمثال السيد المسيح البرونزي وأجراس نحاسية وأيقونات بحضور البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك ومحافظ ريف دمشق حسين مخلوف وعدد من الشخصيات الدينية واللبنانية وأهالي معلولة خلال اجتماع في كنيسة مارجوجوس. أول ضحايا هنا معلولة كان الجيش اللي حامي. أنا كل مرة صرت زي كذا مرات، كل مرة بمرق بصلب على هالقوس، قوس معلولة الذي هو رمز إلى التضحيات الأولى والدماء التي سكبت أولا لأجل معلولة والدفاع عن معلولة. جئنا من لبنان من كل الأطياف من كل الطوائف، فرحة قومية، لأن هذا ليس انتصار فقط لمعلولة بل انتصار لسوريا وللوطن كله. وأما فرحة وطنية نراها اليوم، نراها في الوجوه التي تضحك ومبتسمة فرحة، لأن الذي يترك أرضه لا وطن له، الذي يتخلى عن أرضه لن يكون هناك أي أرض خيرا له. عودة أهالي معلولة إلى معلولة، عودة الناس، عودة الحياة الطبيعية، عودة كل السكان، وإصرار هؤلاء السكان أهالي معلولة الكرام على أن تعود معلولة كما كانت سابقا من خلال بناء إعادة البناء، إعادة الحالة الطبيعية لمعلولة، ومن ثم تأتي المظاهر الأخرى والقضايا الأخرى المتعلقة بعودة التماثيل وعودة الأيقونات على أهميتها. تبقى الحياة هي الأساس ويبقى الإنسان هو الأساس، لأن كل شيء هو في خدمة الإنسان ورسالة الإنسان. وفي نهاية الاحتفال تم إزدال الستار عن تمثال السيدة العذراء الجديدة سيدة السلام إلى مكانه الأصلي على قمة الجبل، وسط صلوات ودعوات لأحلال السلام في بلد المحبة والسلام سوريا. ستظل أجراس الكنائس تقرع والمآذن تصدح بعودة الحياة إلى سوريا وإيصال صوت الإيمان والصمود إلى العالم. وها هي اليوم أجراس معلولة وتماثيلها وإيقوناتها تعود إلى كنائسها معلنة بداية جديدة مليئة بالمحبة والسلام. فمعلولة تنتظر أبنائها. من معلولة أريش فرزلي، الإخبارية السورية.